معايا دلوقتي لمناقشه مزيد من التفاصيل حول وضع الكابتن النجم محمد ابو تريكه الاستاذ احمد ربيع مسؤول الملف القضائي في جريده الوطن. يا ترى الوضع هيبقى ايه لدى عوده كابتن ابو تريكه الى المطار؟ استاذ احمد مساء الخير. مساء النور استاذ معتز ومساء النور على كل المشاهدين. اهلا وسهلا. خليني اقول لحضرتك ان طبعا محمد ابو تريكه متحفظ على امواله طبعا زي ما احنا عارفين، هو وقايمه اخرى بتضم 1537 اخرين ومن قيادات جماعه الاخوان وبعض الشخصيات العامه بما فيهم رجال اعمال. هو لدى عودته للقاهره الاجراء المتبع ستختار النيابه العامه زي ما حضرتك قلت، والنيابه وقتها هي التي تملك السلطه التقديريه في اذا ما كان سيتم سماع اقواله مباشره فور عودته او تحديد يوم اخر لسماع اقواله، وده اجراء طبيعي جدا وعادي جدا وتم امبارح مع ابناء خيرة الشاطر وتم اخلاء سبيلهم بالضمان الشخصي. طبعا التحقيقات اللي بتجريها النيابه العامه بتجريها استنادا لبلاغ مقدم من لجنه التحفظ واداره اموال الاخوان، كانت قدمت بلاغ ضد كل المتحفظ على اموالهم مش ابو تريكه فقط، وصدر قرار من محكمه الجنايات من حوالي 10 ايام بادراج القائمه دي كلها على قوائم الارهاب استنادا لقانون الكيانات الارهابيه، ومن حقهم ان هم يطعنوا على القرار ده قدام محكمه النقض خلال 60 يوم. محكمه النقض سبق ليها ان هي الغت قرارات بادراج اشخاص على قوائم الكيانات الارهابيه منهم 8 من المتهمين في قضيه كتائب حلوان، وبالتالي احنا امام اجراءات عاديه جدا. التحقيق اللي بتجريه النيابه اما بينتهي لحفظ التحقيق اذا لم يوجد ادله واسانيد قويه تدل على انه مول بالفعل عمليات ارهابيه، او توجيه اتهام رسمي اذا ثبت ان هو مول بالفعل عمليات ارهابيه ضد مؤسسات الدوله. ففي الحاله دي النيابه بتحيله للمحاكمه الجنائيه، لكن لو ما فيش حاجه فالنيابه بتحفظ التحقيق.